في بلاد مشمسة أغلب شهور السنة، شلون يعاني الناس فيها من نقص فيتامين دال؟ وما تشوفون إن شوية الأمر غريب ويكثر فيه التساؤل، خاصة إذا عرفنا إن الشمس لها دور في زيادة الفيتامين دي في الجسم. وهل في أطعمة ممكن توفر فيها فيتامين دال محدودة أم تفتقر إلى التنوع بالفعل؟ هذا كله راح نعرفه أكيد مع ضيفتنا اللي موجودة معنا بالاستديو، الدكتورة آمنة شاغولي. أصبح عليك بالخير دكتورة. صبحكم الله بالنور، يا هلا حياكم الله. دكتورة أنا يعني ممكن واحدة من الناس اللي ماني قادرة أستوعب هالموضوع، بس خلينا نشوف هذا التقرير البسيط في البداية مع المشاهدين ونرد نكمل لقاءنا إن شاء الله. يشكل نقص فيتامين دال مشكلة يعاني منها الكثيرين، والملفت أن من يعاني من نقص هذا الفيتامين هم من بلد مشمس وترتفع فيه درجات الحرارة مثل الكويت. ويعرف فيتامين دال بفيتامين الشمس، وهو من الفيتامينات التي تذوب في الماء ولا ينتجه الجسم إلا إذا تعرض لكمية كافية من أشعة الشمس، كما يتم إنتاجه كيميائيا على شكل أقراص وكبسولات. ونقص هذا الفيتامين يتم تعويضه عن طريق تناول المكملات الغذائية التي يوصي به الطبيب. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الفيتامين وأسباب نقصه وزيادته، تابعوا معنا هذا اللقاء. ترى أمنا، احنا شفنا الحين بالتقرير دائما يعني احنا عندنا هنا الكويتيين او حتى المقيمين الموجودين بالكويت، لما نروح نسوي الفحص يقول عندكم نقص حاد، بعد مو اي كلام، صح، من فيتامين دال. اي نعم. فسبب النقص هذا شلون قاعد يصير، واحنا ما شاء الله يعني شمسنا ما تغيب الا متاخر ودرجه الحراره عاليه. اوكي، السبب وراء نقص فيتامين دال؟ طبعا احنا كلنا مثل ما تفضلتي عندنا نقص حاد في فيتامين دال، اللي هو يكون اقل تقريبا، هذا النقص الحاد اقل من 25 ملي مول لكل لتر. طبعا احنا اللي عندنا قاعد يطلع بالعشرات، حتى ما قاعد يطلع بالعشرينات، اقل بالعشرات، بالاحاد 6 7 هالارقام قاعد تطلع من عندنا. ليش عندنا النقص هذا؟ طبعا في عده اسباب، منها الـ طبعا احنا مغطيين اغلب الكويتيين او سواء كانت بشكل عام ما نتعرض حق الشمس، مغطيين من فوق لتحتنا. العوامل البيئيه تغيرت، منها حتى احنا كنا صغار حتى طريقه البيوت تغيرت. اول شيء البيوت الكويتيه القديمه كان فيها الحوش، اوكي، وسط البيت والحجر كان دور مدار البيت. الحين البيوت كلها تسكرت بشكل عام. كنا اول حتى احنا كاطفال كنا نروح يعني بالقاري، سوري، نروح للبقال الدكان، كنا نسبح بالبحر، نروح مع اخوانا وخواتنا الحدائق العامه، كنا بعد فيها أيوة نشاطات. فالحين النشاطات كلها صارت داخليه، ما تعرض لها، احنا ما تعرض حق اشعه الشمس، مغطيين. وخصوصا للبشره اللي احنا سبحان الله البشره البيضاء تعرضها حق الشمس يكون قليل، وتاخذ كميه فيتامين دال كويسه. وإذا تعرضوا أكثر من اللازم يحترقون. البشرتنا إحنا تعتبر ما هي بشرة، لا هي فاتحة ولا هي سمرة، حيل حيل داكنة حيل حيل. فنحتاج تعرض حق الشمس فترات طويلة، غير الفترات هذه الطويلة تكون جسمك معرض للشمس. يعني أنت المفروض يكون جسمك 70% معرض للشمس عشان تاخذين وتمتصين الفيتامين دال من الشمس، لأنه المصدر الرئيسي لفيتامين دال. انزين، احنا الحين عرفنا ان السبب شنو اللي ما يخلينا نستفيد، يعني او ان احنا قادر جسمنا ياخذ الفيتامين دال عدل من الشمس. طول النهار اقدر باي وقت اكون برا واخذه، ولا لازم ساعات معينه من الصباح او الشمس تكون في فترات معينه؟ هذا سؤال جدا صعب. طبعا شافوا الدراسات على اساس الواحد يستفيد من اشعه الشمس وتاخذين الفيتامين دال بشكل صحيح، لازم تكون أشعة الشمس الزاوية مالتها أقل من 45 درجة على مستوى الأرض. فطبعا وايد صعب، هو يقولك عادة من طلوع قبل طلوع الفجر، الفترة هذه على أساس واحد يتأذى كسكن، بس مو شرط. إذا تعرضتي بالفترة هذه تاخذين الفيتامين دال يعني تمتصينه، لأن الحين في أبليكيشنز، بس هم جدا وايد صعب، عشان كذي عالميا ينصح بأخذ فيتامين دال عن طريق الحبوب. طبعا احنا يقول تعرض حق الشمس واكسبوز وكل شيء ما في مشكلة، بس نادر ما راح تاخذين الفيتامين دال إلا إذا عرفتي بالضبط متى تتعرضين له، وهذا صعب. لازم في أبليكيشن معينة تشوفين متى، في أي يوم من السنة، في أي وقت، متى أشعة الشمس تكون أقل من 45، أساس تقدرين تستفيدين من الأشعة اللي أنت قاعد تعرضين لها بدون مضار. أنت دكتورة آمنة تقعدين تكون أقل درجة الحرارة من 45؟ لا، زاوية الشمس على الأرض أي تكون مفروض أقل من 45. إحنا عمودية الظهر،
خلينا نقول 90%. أوكي. فأنت لازم تعرفين متى زاوية الشمس على الأرض أقل من 45، هذه الفترة اللي أنت تقدرين تستفيدين منها من أشعة الشمس. زي شلون أعرف الحين إن إحنا ندري الحين أكيد أي شخص فينا يعني سواء الموجودين بالاستديو ولا برا لو نروح نسوي التحليل راح يكون فينا نقص. إيه نعم صح. بس نبي الأعراض دكتور، يعني متى أعرف إن فعلًا أنا دشيت مرحلة الخطر، الحين أنا الأعراض قاعد تبين علي راح تعب صحتي أكثر. أوكي. أغلب الناس بشكل عام إحنا نقول اللي هو المايلد، المايلد مثل ما تكلمنا لما يكون بين 30 أو 25 إلى 40 مليمول. الناس هذول غالبا ما يحسون بأعراض. طبعا إحنا ما نتكلم عن الأرقام هذه بالكويت لأن أغلب الأرقام مالتنا إحنا تحت 20 والعشرة. هي أعراض مو خاصة شيء معين، بس ممكن يسوي الكسل، التعب، عوار الإيد، عوار في العظام، لأن على مدة كبيرة أو كل ما طالت المدة إن واحد عنده نقص فيتامين د يبتدي يصير في لخبطة عنده في الأملاح والكالسيوم والفوسفورس في الجسم، ويبتدي الجسم عشان يعادل الموضوع هذا ياخذه من العظم، وفي نهايته ممكن يصير مع الأشخاص لين في العظام أو في الكبار طبعا سن هشاشة في العظام، وفي الصغار نفس الشيء لين العظام والكساح وما إلى ذلك. دكتور أنت الحين ذكرتي أن يعني نوع من أنواع العلاجات اللي هي تأخذون الحبوب مثلا أو أن كورس الحبوب أو الأبر. إي نعم. إذا في أشخاص تقول لك أنا بحاول أتجنب كثر ما أقدر إن ما أخذ دواء، يعني أبي ألجأ مثلا للأطعمة الصحية، نوع معين من الأكل، وجبات يمكن نمط حياة معين، في أكل معين طبعا ممكن يبدني فيتامين دال. اي نعم، الفيتامين دال موجود بقلة قليلة في الأكل، موجود في الأسماك اللي هي مشبعة بالدهون، خلينا نقول يعني إذا بنتكلم عن السالمون عشان تاخذين كفايتك اليومية من الفيتامين دال من سمكة السالمون لازم تاخذين سالمون هالكثر هالكبر هالسالمون ذا هول سالمون سمكة السالمون على اساس ان انت تاخذين كميات من الفيتامين دال. الشيء الثاني اكثر المصادر لفيتامين دال الأطعمة المدعمة الفيتامين دال اللي هي سيريلز الموجودة في بعض عندك الحليب والرو بيكون مدعم، يعني هم حاطين فيه فيتامين دال. هذه المصادر القوية. وبعدين عندك البيض، هم البيض هم فيه فيتامين دال، بس هم الكميات الموجودة بالأطعمة قليلة لا تغني عن طبعا يا مصدر الشمس اللي هو أقوى شيء، أو إن إحنا عن طريق السبلمنت اللي نأخذها. وحط في بالك في بعض الناس يصير عندهم مشاكل في امتصاص الفيتامين دال حتى. نعم. يعني أنا هذا ودي أعرفه منك دكتورة. يعني إذا بنروح حق المكملات مثل الغذائية أو اللي فيها النسبة اللي من الأكل يعني. من الأكل. إيه. إنزين. يعني حتى لو يأخذون خلينا نقول حتى لو كان في كميات قليلة بالأكل فيها فيتامين دال جسمهم ما يمتصه. أو إذا امتصى عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، أوكي، اللي هو مثل أمراض تقرحات، أمراض المناعية، إحنا نسميهم inflammatory bowel disease، الكرونز، ulcerative colitis، السيلياك، الناس اللي عندهم الجلوت اللي ما يقدرون يمتصون عن طريق بسبب مو موجود الشعيرات مالت المعدة تمتص الفيتامين دال، الكالسيوم قصدي، وأيضا عندك الناس اللي عندهم مشاكل بالكبد والكلى. الكبد مصدر أساسي أساسي يحولك الفيتامين د اللي تأخذ أشعة الشمس أو بالأكل من غير نشط إلى نوع أول نشط، بعدين يتحول مرة ثانية عن طريق الكلى إلى نشط اللي هو أساسا يشتغل في جسمك. فإذا كان في مشاكل بالكبد هذه هم مشكلة إنه يكون ما عندنا أو نقص فيتامين د، وكذلك إذا كان في عندنا مشاكل بالكلى لأن هل العضوين هم مسؤولين عن تنشيط الفيتامين د الغير نشط اللي نأخذه من أشعة الشمس أو من الأكل. زين، هل في مجال اني انا الحين خلاص ما ابي اروح اسوي لا تحاليل وادري النتيجه وانصدم مثل ما قلتي كلنا اقل من العشرين؟ صح. اقدر انا مجرد ما اروح الصيدليه مثلا اخذ لي كورس بروحي؟ وش كثر مده الكورس عشان يبين مفعول ان انا خذيت كفايتي من فيتامين د؟ عالميا يقولك لا ينصح ان احنا نقيس فيتامين د اذا نعرف ان الناس عندهم نقص فيتامين د. فخلنا نقول الاحتياج اليومي حق الفيتامين دال تقريبا بين 600 إلى 800 إذا الواحد عنده فيتامين دال كافي، فممكن الشخص ياخذ لي تقريبا، بس في منطقتنا حتى ريكومند الفيتامين دال احتياج اليومي ل 4000 انترناشونال يونت لكل يوم. إذا أنت تدرين أنه ما عند يعني ما تبي تسوين تحليل تقدرين تاخذين مكملات غذائية بس مو جرعات عالية اللي هي من 800 ألف ممكن توصل إلى 4000 يعتمد على حالة الشخص بدون عمل التحليل. أوكي. إذا أخذنا مكملات الغذائية لازم نحلل إحنا بس عشان نعرف إحنا مستوانا وين وصل ولا يصير في عندنا شنو مضار للفيتامين دال، مع أن الفيتامين دال المأخوذ كله غير نشط غالبا هو الدي 3 الغير نشط هذا اللي ينصح باستخدامه،
وإذا بنفحص نسبة الفيتامين دال في دمنا بعد أخذ الفيتامين دال لازم يصير بعد شهرين ثلاثة أشهر. يعني أنا ألتزم في كورس مدة شهرين ثلاثة أشهر وبعد لازم أسوي تحليل عشان أعرف النسبة. بس أنا بوقف بنقطة عندك ذكرتي إنه ممكن ينقلب يعني كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. يصح. الحين ذكرتي دكتورة أمنة إنه في مجال حتى وأنا قاعدة أخذ الفيتامين، مع إحنا نشوف إن الفيتامين أكيد لها فائدة للجسم. إيه إذا زادت ممكن تضرني؟ طبعاً. إحنا إذا خذينا الأقل شيء من ركوامة اللي هي 800 ألف باليوم، هذا نادر وما عمره شفناه يصير معاك حتى لو عملتي تحليل يصير، لأن هذا الديلي ريكوايرمنت الاحتياج اليومي الطبيعي حق جسم الإنسان إذا ما خذاه من الشمس، وإذا هو ما ممنوع ياكل البيض والأسماك والأشياء هذه لأن إحنا قلنا الكمية قليلة فيه. فإذا خذ الكمية هذه مو معقول يصير معاه أوفر دوز أو من أخذ الفيتامين دال 3، خصوصا أنه غير نشط ولازم يتحول عن طريق الكبد والكلى. إذا نشط على حسب حاجة الجسم يتحول. الناس طبعا، بس أنا قلت إن إحنا إن نقدر ما نفحص، بس أنا قاعد أشوف بالكويت عندنا نقص فيتامين دال بشكل فظيع. وطبعا حتى ينصح عندك في الجايدلاينز العالمية إذا الواحد مثلا سمين أصحاب البشرة الداكنة، نعم. إذا واحد عندك قاعد في البيت يسمونه الانستيتيوشنال، الناس اللي قاعدين في دار العجزة، يعني سوري بس إحنا مشابهين لهم، إحنا قاعدين داخل البيوت وأي مكان أروحه كله داخلي، فإحنا هذول الأشخاص إذا تحسين في عندهم مشاكل ينصح ممكن تسوي لهم الفحص. وإذا سوينا الفحص وكان واطي، لا السبلمنتس أو اللي تعطينا إياه وايد أعلى الدوز من اللي نعطيه بالأيام العادية. إذا كان واحد في عنده نقص فيتامين دال يختلف الموضوع، إحنا نعطي 50,000 انترناشنال وحدة، 50,000 أسبوعيا لمدة 6 إلى 8 أسابيع. بعدين غالبا نقول لهم خليكم على 50,000 مرة بالشهر أو 1,000 مرة باليوم عساس تحافظون عليه، لأنه غالبا رح ينزل مرة ثانية إذا وقفوا العلاج بعد شهر شهرين. يعني أنا عقب ما أكون في كورس علاجي مدتها شهرين أو 3 أشهر، نعم. إذا وقفت بعد فترة لازم أرجع؟ رح ينزل إذا ما تعرضتي حق الشمس، وإحنا ما قلت لنا صعب إذا ما خذينا الأطعمة اللي نعرف، لأن الحليب أو الروب الحين مكتوب عليه مدعم بالفيتامين دال، يكتبوه إيش كثر، فتعرفين قلاص الحليب إيش كثر فيه مثلاً. فإذا وصلتي أنت باليوم خلينا نقول وايد صعب 1,000 من 800 إلى 1,000 إنترناشونال يونت من الفيتامين دال، أنت بالسيف سايد ما تحتاجين. أما إذا لا تحتاجين تكونين على 1,000 باليوم أو 50,000 بالشهر. الأطفال هل منو اللي يكون فيه يبين النقص الفيتامين دال؟ يعني نشوفها عند الأطفال أكثر أم عند المراهقين أم كبار السن؟ والله هو عندنا يا بجميع الأعمار، بس نقطة وايد مهمة، المرأة الحاملة ترضع الطفل سبحان الله الفيتامين دال حتى لو تاخذه بأكلها ما يطلع في حليب الأم، فضروري المرأة الحاملة ترضع الولادة ترضع الطفل سوري بعد الولادة لازم الياهل ياخذ قطرات فيتامين دال، هذا شيء أساسي عالمي حق الفيتامين دال للطفل قطرات. إذا ما كان ياخذ الحليب الصناعي، لأن الحليب الصناعي مدعم بالفيتامين دال، أما حليب الأم سبحان الله ما في فيتامين دال. فهذه وايد نقطة مهمة عساس الياهل اللي يصير معها للعظام ويصير معها هشاشة وما إلى ذلك. طبعا احتياج الأطفال رح يكون أقل من الكبار، بس إحنا النقص بشكل عام قاعد نشوفه على مدى كل، أن مثل ما قلت لك العامل الأساسي إحنا ما قاعد نتعرض حق الشمس اللي إحنا عندنا إياها. نعم، مع أن دكتور الحين فصل الصيف نشوف الناس كلها برا، ومع الإجازة الصيفية الناس قاعد تكون على البحر يقعدون ساعات طويلة، فهم يقولون إحنا مثلا قاعدين نأخذ لنا لون وأردي قاعد جسمي يستفيد من فيتامين دال. ممكن يساعد قلت لك كان يعتمد على الوقت اللي هم ياخذون فيه الشمس، ويعتمد ايش كذا الجسم يكون اكسبوزد او انه هو متعرض حق الشمس. يعني اذا تلبسين انت مثلا خلينا نقول الشورت والفانيله، خلينا نقول مثلا هذه كميه قليله، ايدك المتعرضه وريدك هذه ما تعتبر كميه كافيه لاخذ فيتامين دال. احنا قلنا تقريبا 50-70% من الجسم يكون معرض للشمس عشان تقدرين تستفيدين وتاخذين الكميه الفيتامين دال. نعم، ايهم افضل دكتوره؟ يعني انتم تفضلون يعني مختصين في هذا المجال ان تعطون المريض او المحتاج اللي عنده نقص فيتامين دال الحبوب ام الابر؟ اي اكثر فعاليه ويبين نتيجته اسرع من الثاني؟ اوكي، طبعا هو يفضل عالميا الحبوب، طريقة امتصاصها وطريقة ارتفاع مستوى الدال في الجسم أفضل بكثير من الإبر، فعالميا ينصح بأخذ حبوب فيتامين دال بشكل عام، إلا إذا المريض مثل ما قلت لك عنده مشكلة في الجهاز الهضم،
إذا عندهم مشكلة في الامتصاص، سواء كانت في المعدة، في الأمعاء، مش عارف إيش. الأشخاص هذولا مثل السيلياك أو الانفلاماتوري باول ديزيز، صعب عليهم الحبوب اللي نعطيهم يمتصون الفيتامين دال. فالأشخاص هذه تنصح باستخدام اللي هي عن طريق الإبر، لأن هذا الحل الأمثل لهم، مع أن الإبر ترى مؤلمة. والله كوني كنت بقول لك دكتورة، جدا مؤلمة الإبر، وهذا ودي أعرفه. كل اللي راحوا المستوصف عشان يأخذون، يعني يصرف لهم الدكتور كورس علاج للفيتامين دال بالإبر، كلهم يقولون مؤلم ويحسون جداً. حتى بالفيتامين هو يديش إنه ليش دكتورة؟ هي الإبرة مؤلمة، لأن الكمية تعطينها في الإبرة وايد على 600,000 انترناشنال، وحدة عالمية 600,000 فرق بينها وبين الحبوب. إيه، إحنا الحبوب 50,000 بالأسبوع. صح. هذه 600,000 اللي موجودة، وهذه مفروض تنعطى بس مرة كل 3 أشهر. يعني قاعد أشوف إن قاعد يعطونها الناس شهر بشهر لمدة 3 أشهر، ما يحتاجونها. هي مرة تنوخذ وبعد 3 أشهر إذا استدعت الحاجة. أنا أفضل وأفضل تأخذين الحبوب من الإبر. إذا الواحد ما يبي، في ناس إذا كان كبار في السن ما يقدرون على الحبوب، أساسا عندهم حبوب وايد يأخذونها. وأنا وأقول لهم ترى الإبرة مؤلمة ومفاعليتها مو مثل فعالية الحبوب. هي تختار تأخذ الإبر في حالات، لازم في حالات ما تقدر تأخذ الحبوب فتأخذها، بس تأخذ إبرة واحدة 600,000، وبعد 3 أشهر تنطر. لا تعمل الفحص مبكر، لأنه رح يظل واطي. يبي له 3 أشهر في جسمك على ما يرتفع عشان تسوين التحليل وتشوفين مدى ارتفاع. يعني بعد الإبرة تنطر 3 أشهر يلا يرتفع، تشهر. يعني مو بحزتها ما تحتاج إبرة ثانية ولا إبرة ثالثة. أوكي. هي إبرة واحدة كافية، جرعتها وايد عالية، بعد 3 أشهر تعمل التحليل أساس أن تشوف المستوى ارتفع ولا لا. والله يا دكتورة، يعني إحنا بالنهاية مثل ما قلتي، بدام إحنا كلنا عندنا الموضوع وندري إن كلنا نعاني من فيتامين دال، فالواحد لا يسكت على عمره، خلي يروح إذا ما يراجع الطبيب، يروح يسوي فحوصات وتحاليل. مثل ما قلتي، ممكن أن أنا أروح الصيدلية وأخذ لي كورس، ويعني واستمر عليه 3 أشهر أو شهرين يعني. فإن شاء الله نتمنى من الجميع إنه ينتبه على نفسه. فيتامين دال طلع لا أخطار، يعني إذا كان ناقص في الجسم. فانتبهوا على عيالكم بعد، وانتبهوا على نفسكم، وخلاص ما نقعد بالشمس. انا والله دكتوره اقعد بالشمس لا 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 قعدي بالشمس لا اتس جود لا قعدي بالشمس قاعد اقول لك انا علميا احنا ما ندري اذا فعلا قعدتي هذه بالشمس بتفيدني بس اهم شيء واحد لا يحترق. صح. طبعا وطبعا لا تقعدين بالشمس تحطين سن بلوك، لان في ناس تقعد تحط سن بلوك وعبالها بتاخذ الفيتامين دال. ترى هذه هم مسكونسبشن، يعني الناس ما ينتبهوا له. نعم. نروح حق الحبوب، بدام انت يعني نصحتي بالحبوب احسن بعد من الابر، حق الناس اللي تتالم من موضوع الابر. وان شاء الله ربي يعطينا كلنا الصحه والعافيه يا رب اجمعين. كل شكر للاستاذ الدكتوره امنه شاغول، استشاريه باطنيه وغدة صماء. فيتامين دال مهم يا جماعه، روح الصيدليه كلنا ناخذ لنا كورس من الفيتامين.